كيف ترى إدارة الأزمة في مصر؟ إدارة الأزمات عندنا بتبدأ مجزأة. نعم. بمعنى إن في منظومة كاملة لإدارة الأزمات على مستوى الدولة كلها. تبدأ من المركز القومي لإدارة الأزمات اللي هو الهيد، اللي هو ما بيديرش، ولكن هو بيتنبأ وبيرسم سيناريوهات ويديها للعناصر التنفيذية. بعد كده الدور رجليه فين بقى؟ في المحافظات والوزارات، هم دول اللي هيشتغلوا على الأرض. نعم. فبتجد ان هنا الهيد منفصل عن بقية الجثة، فما فيش علاقة بينهم. تاني حاجة وهي التدريب، بدرب الناس اللي هيشتغلوا في المركز، ومدير المركز ما عندوش فكرة، اللي هو متخذ القرار. يعني ده مهما يعمل يجي لمتخذ القرار وما يوافقش. فهنا لازم التدريب يشمل اللي هو تحت العامل اللي تحت، زائد الرئيس بتاعه، يبقى عارف الناس اللي تحت اللي تابعه بيعملوا ايه. بمجرد انا ما وحدت المنظومه ديت، هخش على الجهاز بقى التنفيذي، الاليات بتاعت التنفيذ. الاليات دي موجوده فين؟ لا موجودة في مجلس الوزراء ولا موجودة في الوزارات، موجودة في المحافظات. نعم. هم اللي بيشتغلوا فعلا، اللي بيحتكوا بالأزمات على الأرض الواقع. فلازم المنظومة دي تكمل. ما جيش أعمل مجلس وزراء بتاع ده مركز قومي وما فيش مراكز في المحافظات. أي. أو في الوزارات التخصصية. فهي منظومة كاملة. دي بتدي دي بتدي دي، وبعدين بتيجي بترجع من الآخر إلى آليات وعمل على أرض الواقع. لو مشينا بالنظام دوت مفيش حاجة اسمها هيبدأ هنا، كل واحد على مستواه بيحل المشاكل اللي تقابله وما بيرحلهاش للمستوى الأعلى. ليه تبدو المسألة سهلة كده وحضرتك بتكلمني فيها وما بتحصلش؟ تغير أنظمة ورؤساء وحكومات. أي. ومش اللي حضرتك بتشرحه ده بسيط وممكن. تمام. ليه ما بيحصلش؟ ليه؟ هي حكاية بقى اللي يعني لا علاقة بالإرادة ولا باليأس ولا بإيه بالظبط؟ لا، هي بالإرادة. عايز عندك، عايز تبقى يبقى هتبقى. شايف أنت عايز تورط اللي فوقيك اللي هو مش فاهم حاجة، بتورطه. فهي دي المشكلة الأساسية، إن هنا عندنا جزء مدرب ومتعلم وجزء بيقوده ما عندوش فكرة. نعم. تفتكر النتيجة هتبقى إيه؟ هتبقى اللي إحنا فيه. هتبقى اللي إحنا فيه. أيوة. صح. مش هتبقى حاجة تانية يعني. آه.